في العاصمة العراقية بغداد أعطي الضوء الأخضر لانطلاق موقعين إلكترونيين جديدين، الأول لقناة حكومية تبث أنشطة الحكومة العراقية على موقع يوتيوب أنشأه المركز الوطني للإعلام، والثاني للمتحف الافتراضي العراقي الذي سيعرض صورا لآثار عراقية يعود أغلبها إلى ما قبل 6000 عام، وذلك بالتعاون مع محرك البحث جوجل. تقرير مراسلنا في بغداد يوسف الحسيني والمزيد من التفاصيل. فتح قناة العراق على موقع يوتيوب الذي يعتبر اسلوبا متطورا وآلية. كلمات قليلة ترد على لسان رئيس الحكومة العراقية نور المالكي يدشن فيها بث القناة الحكومية على موقع يوتيوب العالمي، وربما تلخص هذه الكلمات توجها حكوميا إعلاميا جديدا من خلال استخدام الإنترنت في إيصال ما لا تستطيع إيصاله عبر وسائل الإعلام التقليدية. أن فتح قناة العراق على موقع يوتيوب سيكون أحد الأساليب، أحد الآليات، أحد الوسائل التي نعتمدها للتواصل مع الإعلام العالمي ووضع العراق وصورة العراق وصورة الحكومة العراقية والإنجازات التي تحققت في ظلها، كما نضع أمام العالم ما تعرض له العراق من حرب شعواء وإرهاب عنيف وميليشيات مسلحة. وبعد 24 ساعة على انطلاق الخدمة الجديدة للقناة الحكومية زاد عدد متصفحي الموقع على 10,000 مستخدم، كما يؤكد القائمون على الموقع معظمهم من غير العراقيين. وبحكم تفاعلية الموقع يتلقى القائمون عليه سيلا من ردود الفعل، منها السلبي والإيجابي. مثل هذه التعليقات ربما ما تظهر كلها، لأنه أحيانا تعليقات غير مناسبة، تعليقات تدري المشاهدين مختلفين في الثقافات وفي الاتجاهات وفي المستوى، لذلك احنا نحاول أن نحذف بعض الأشياء الغير اللائقة. وينضم إلينا من بغداد نائب رئيس تحرير صحيفة النور حمزة مصطفى. سيد حمزة، كيف تنظر إلى هذه التجربة؟ هذه التجربة طبعا تجربة جديدة في العراق، ربما هي موجودة في العالم بحكم العولمة وبحكم التطورات التقنية التي حدثت، ولكنها في العراق بدأت تدريجيا، والآن الحكومة العراقية اعتمدت هذا الأسلوب سواء في الترويج لإنجازاتها أو برامجها أو لغرض التواصل مع العالم عبر استخدام التقنيات الحديثة ومنها. كيف تقيم هذه التجربة؟ ما هي سلبياتها وما هي إيجابياتها إن كانت لها سلبيات؟ من حيث السلبيات لا أعتقد هناك سلبيات إلا إذا فهمت بطريقة أخرى ربما من قبل الخصوم السياسيين للحكومة، أن توقيتها في هذه المرحلة ربما يعد جزءا من الحملة الدعائية أو الانتخابية لغرض شرح أو تقديم منجزات الحكومة فقط دون معارضيها. أما من حيث الإيجابيات فهي مطلوب من العراق أن يتواصل مع العالم بعد قطيعة طويلة تسببت بها الأنظمة السابقة، وعدم أيضا وصول العراق إلى التقنيات الحديثة. والتجربة جديدة يعني صار لها كم يوم، وبالتالي تقييمها يتطلب وقت ومن خلال تشدد على الإيجابيات. سيد حمزة، يعني تقول بأنه ضرورة تواصل العراق مع العالم بعد انقطاع طويل، يعني شبكة الإعلام العراقي ينضوي تحت لوائها كل من التلفزيون العراقي وأيضا هنالك صحيفة الصباح، يعني أليست كافية هذه الشبكات ولديها يعني لديها موقع على الشبكة العنكبوتية، أليس كافيا ذلك للتواصل مع العالم؟ يعني طالما هناك مديات للتطور او للتقدم او للتواصل، فمن غير الـ يعني ما هو الضير في ان يتم التواصل عبر وسائل جديده وعبر اساليب جديده، ومنها موقع يوتيوب والشبكه العنكبوتيه وجوجل وغيرها من المواقع الحديثه التي يمكن ان تربط العراق يعني في مدى اكثر في التطور، اكثر من المؤسسات التي اشرت اليها وهي شبكه الاعلام او القناه العراقيه وغيرها. هذه المؤسسات ربما هناك إشكاليات كثيرة في وضعها.